نون. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم الناس الكل في بالقانون. موضوع اليوم العقوبات التأديبية في قانون الشغل، ويعطينا كل تفاصيل الأستاذ المحامي نادر الخماسي. ماتخ أهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا وشكرا على الاستضافة. شكرا لك أنت ماتخ. العقوبات التأديبية وقتاش يتم اللجوء لها، وشنية هالعقوبات هذية اللي بطبيعة موجودة في قانون الشغل؟ هي العقوبات التأديبية حقيقة موجودة في قانون الشغل وفي قانون الوظيفة العمومية. داكور. وهي العقوبة التأديبية في حد ذاتها هي تعني سلطة المؤجر، سواء كان مؤجر أو سلطة الإدارة، في تأديب العامل أو الموظف العمومي. في العقوبات التأديبية ذي نميز بين صنفين من العقوبات. عندنا عقوبات الدرجة الأولى وعقوبات الدرجة الثانية. بالنسبة لعقوبات الدرجة الأولى، مثال نلقاه الإنذار الشفاهي، الإنذار الكتابي، التوبيخ، التوقيف عن العمل لمدة 3 أيام، لمدة لا تتجاوز 3 أيام، مع الحرمان من الأجر. هذه بالنسبة للعقوبات الدرجة الأولى. بالنسبة للعقوبات الدرجة الثانية، نلقاو مثال النقلة الوجوبية. مثال العامل يكون يخدم في مؤسسة، في فرع مؤسسة معينة في تونس، يقوم بعمل يقوم فعل يستوجب تأديب، لأن تنجم المؤسسة تقوم بنقلته وجوبيا مثال إلى مؤسسة أخرى في ولاية أخرى. مثال العقوبات من درجة ثانية، الحرمان من الترقيات، أو الأقصى نحكي على العزل أو الطرد. بالنسبة للعقوبات التأديبية ذي، سواء كانت عقوبات من الدرجة الثانية أو من الدرجة الأولى، المشرع والاتفاقيات الإطارية المشتركة وقانون الوظيفة العمومية زادة أعطى إجراءات يجب اتباعها عند تسليط هذا العقاب على الأجير أو الموظف العمومي. بالنسبة للعقوبات الدرجة الأولى، هي عقوبات نوعا ما خفيفة، لا تستوجب مجلس تأديب، لا تستوجب إجراءات صارمة، يكفي فقط الاستجواب. يكون الاستجواب كتابي. ما معنى استجواب؟ الاستجواب هو طريقة من طرق الإجراءات يوضعها المشرع، اللي هي تتمثل في أسئلة معينة يتم توجيهها للعامل أو الموظف العمومي، تتمحور حول الواقع التي من أجلها ستسلط العقوبة التأديبية. ولنا الأجير أو الموظف العمومي ينجم يجاوب على الاستجواب ذاك بكل حرية، بالاستعانة بمحامي أو معناها يقوم بالجواب بنفسه. ولنا بعد الاستجواب هذا يجي المؤجر أو الإدارة، الإدارة العمومية تجي وتقوم بتسليط العقاب المناسب، واللي يلزم يكون العقاب من بين العقوبات الدرجة الأولى. يعني ما تجيش لنا تعمل له استجواب ومن ثم تسلط عليه عقوبة من الدرجة الثانية، فإنه هذا الإجراء يكون باطل. هذا بالنسبة للعقوبات الدرجة الأولى. بالنسبة للعقوبات من الدرجة الثانية، هي عقوبات نوعا ما قاسية، كي نحكيه على نقلة وجوبية أو نحكيه على حرمان من الترقية أو نحكيه على العزل أو الطرد، فإنها عقوبات نوعا ما صارمة. لأن المشرع وضع ما يسمى بمجلس تأديب، اللي هو المخول الوحيد، المخول له القانون أنه ياخو العقوبة ذي. لأن المجلس التأديب فيه إجراءات للإنعقاد وإعلام الأجير أو الموظف العمومي بإنعقاد مجلس التأديب، يلزم يكون في أجل معينة قبل 8 أيام من تاريخ مجلس التأديب، ومن ثم القانون ضبط تركيبة معينة لذلك المجلس. لأن الموظف أو الأجير معناها في 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 مداولات مجلس التأديب، لأن يلزم ينجم يستعين بمحامي أو يتوجه وحده، لأن للإجابة على الأسئلة ولأن لحماية حقه. المشرع مكنه من بعض الآليات القانونية، كما أنه يمشي يستعين بمحامي للدفاع عليه. هذه هي عموما الإجراءات التأديبية المتعلقة سواء بالعقوبات الدرجة الأولى أو بالعقوبات الدرجة الثانية. نقطة أخرى، أنه العقوبات التأديبية ذي رأي حتى في صورة اتخاذها. مثال مؤجر خذ عقوبة تأديبية مثلا بالتوبيخ، لأن العقوبة هذه رأي قابلة للإبطاء، معناها ينجم لنا الأجير أو الموظف العمومي نمشيو المحكمة الإدارية. بالنسبة للأجير إذا كانت شركة خاصة نمشيو للدائرة الشغلية في المحكمة الإبتدائية، ينجم يطعن في تلك العقوبة بالإبطاء وتبطل في كثير من الأحيان. إذا كانت العقوبة ذي تم اتخاذها خارج إطار القانون وتم اتخاذها دون احترام الإجراءات، رأي المحكمة تحكم بإبطال
تلك العقوبة. شكرا لك ماتخ، ميرسي اللي كنت معنا في موضوع العقوبات التأديبية في قانون الشغل. كانت هذه بالقانون مع المحامي والأستاذ ماتخ نادر الخماسي. كانت هذه بالقانون. بالقانون.